من جديد أهلا بكم في شير. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. بهذه الكلمات حاول الشاعر المصري أحمد شوقي تقديس مهنة المعلم وإعلاء مكانته بين الطلاب والمجتمع، ولكن على ما يبدو أن الحال تبدل في الوقت الحالي، فكيف حدث ذلك؟ ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تداوله المستخدمون لأستاذ في إحدى المدارس بالمملكة العربية السعودية كان يلعب البلوت مع تلاميذه، ويظهر هنا المعلم في هذا المقطع وهو يشارك التلاميذ اللعب، بينما يقوم أحدهم بتصويره وهي عبارة عن لعبة أوراق شهيرة في المجتمعات الخليجية. نشاهد هذا الفيديو وبالتأكيد نعود إليكم. ما فعله المعلم السعودي أثار غضبا كبيرا عبر منصات التواصل. نتابع البعض من هذه التعليقات. هنا أبدأ مع غالي الذي قال: معلم ويلعب بلوت داخل الفصل، لا المكان ولا الزمان مناسب. التساهل مع الطلاب يجرئهم على التمرد ويسقط من هيبة المعلم. أما صهيل كتب: إذا كان ذلك أثناء حصة الدرس فهذه جريمة، لأنه يبدل الدرس باللعب ويقوم بصنع جيل فاشل. المعلم السعودي والذي يدعى ريان دفع عن نفسه وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: كانت فسحة والكل في الساحة، وكنت أدور على الفصول عشان أتأكد أن الكل نزل للساحة، ولقيت الحلوين يلعبون فقمت بمشاركتهم في اللعبة، وتم تصوير المقطع ونزل في أكثر من مكان، ولما نزلته في حسابي فجأة الكل تكلم عنه ووصل للترند. وانت برأيك عزيزي المشاهد، هل تتفق مع المعلم فيما فعل أم ترى أنه أخطأ؟